عادة برايزنج ستار بيكون معنا ضيف أو ضيفة نحكي عنهم. معنا اليوم نادين مقدسي المخرجة اللي بنعرفها من سنين ويلي دايما مسرحياتها فيهم ثقافة، فيهم أعمال خيرية، فيهم إنسانية، ولكن اليوم مرافقها شخص شفتوه من شوي هو ألبير. فجأة نقلت من حديك لحد نادين. ألبير أنت عن جد اليوم جاست معنا مع نادين لأنه بدنا نحكي عن مسرحيتكم الجديدة يلي اسمها لو برينو يلي رح بتبلش ابتداء من 19 أيار بمسرح مونو ببيروت بالأشرفية. ألبير رح بيكون بطل من أبطال المسرحية اليوم نادين. نعم. كيف تا صار هيك؟ هذا خامس مرة بيمثل بالفرقة معنا. انتوا ما شفتوا المسرحيه، كنت صغيره بعد بالمدرسه بس صارلو هو اصغر مني اذا شيء نادين صارلو تفاجأت لما قلت لك انه خمس مرة عم بيمثل عنا، بس هذا لو برينو رح يكون خمس مرة معنا. تفاجأت لانه ألبير كثير متواضع، مش كثير بيحكي عن اعماله، بس يعني نحن بنعرف انه هو متعدد الاعمال، وكمان هلا رح نتعرف عليه كممثل مع نادين مقدسي. ألبير، نادين مقدسي شخص قديم، استاذه جامعيه جديده نعم، بس انه عامله خمس مسرحيات بس قديم صار انه عمري مثل بعلبك يعني. لا بليز. طب حلو اذا كنت مثل عامله بعلبك بالمسرح. عم تشتغل مع استاذه بال 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 بالجامعه، يعني كيف العمل مع نادين؟ قد ايه في صعوبه او قد ايه في سهوله يمكن بالتمثيل هون؟ هلا انا ما بعتبر حالي ممثل بهذا المعنى، ولكن تعرفت على نادين بال2000، بلشت اخذ كور مسرح معه. نعم. تأتسلى بعد الجامعه هيك، كنت مع اصدقاء، صار في صداقه من جهه، بس كمان صارت تطلب مني لانه نادين في كتير ناس بيعرفوا مسرحيتها، خاصة الببليك الفرانكوفوني. نعم. هيدي يعني المسرحية 22 بتقوم فيها نادين يلي بتقدمها للجمهور اللبناني. أنا اشتركت بخمس سنين كلهم عملت. لا أنا بلاش كنا عمري خمس سنين. وحلو إنه هالمسرحيات كلهم أول شيء نعم باللغة الفرنسية، هن مسرحيات مهضومة بتضحك بتسلي. نعم. والأهم بهذا المشروع كله سوا إنه هالمسرحية كلها ال 22 اللي قدمته نادين مع ممثلين كتار، هذا كله عمل تطوعي، هذا كله عمل بتقدمه نادين لعدة جمعيات، كل مرة بتختار كذا جمعية، ويعني على مدى السنين بعد 22 مسرحية المبلغ اللي صارت مقدمته لجمعيات كلنا بنحبها وكلنا بنحترمها صار فعلا مهم جدا، يعني يعني عم يعمل تغيير كتير كبير. اليوم بلغة $1,600,000. واو. يعني وصلت $1,600,000، هذا بس من تطوع من وقتها ومن طاقتها ومن محبتها، ونحن يعني اكيد بس دورنا كثير صغير نسبه للي عم بتقدمه. يمكن لو ما هي بتقدر تقنعكم بهالشيء وتحمسكم على هالعمل وتحفزكم، يمكن ما كانوا الممثلين كمان بيتحمسوا لهيك عمل. السنه لمين اي ان جي او اي جمعيه خيريه؟ ايراب، ال دي اس ا، ريستوران دو كور، وبريف هارت. يعني ما بعرف شو بينقال بهيك وضع غير انه يعطيكم الف عافيه وان شاء الله دائما لقدام. خبرينا شوي عن لو برينو. برينو قصه فانسون، مرته اسمها انا حبله، والصبي رح يكون في صبي، ومعزومين على العشاء عن اخته بتكون اليزابيث وجوزها بيير، وألا ألبير سوري بيمثل دور كلود اصحابهم، معزوم على العشاء كمان، وفانسون رح يجي ابكر من انا ورح يقول لهم للكل شو رح يعطي كاسم لابنه، وهالاسم رح يعمل كذا اساس، ما فيني اقول له، ما فيني اقول لك الاسم. دراما بالعائله، دراما بس دراما بالضحك، كل واحد رح يتحشر انه ما لك حق وما لي حق، ورح يتخانقوا كلهم. هيدي قصه انه يونيفرسال، يعني كتبوها بفرنسا بس فيها تصير هون. يعني كل ما انت اذا عندك اولاد رح يسالوك ليه ما بتعطي هالاسم وبتعطي هالاسم. انا لليوم بعدهم بشارعوني ليه سميتيني هيك وليه سميتيني، وانا مفكره حالي لقيت احلى اسامي بالكون. يعني قد ايه فيها، يعني هون عم نلاحظ كمان قد ايه الاختيار صائب لحتى يكونوا هالمجتمعين بيشبهوا بعض، مش بس انه هالمسرحيه انشهرت قبل ألبير، هي المسرحيه كثير بفرنسا. تقدمت المسرحيه بال 2010 بفرنسا، وقد ما اخذت نجاح يعني ترشحت لست جوائز موليير هن الاوسكارز تبع المسرح الفرنسي، باتريك برويال كان له دور رئيسي فيها. بعد نجاح المسرحيه عملوها فيلم كمان، طلع الفيلم وكان من اكثر الافلام الفرنسيه اللي نجحت بتاخذ نجاح.
نادين بعتقد فكرت فيها لانه سالناها كلنا ليش اخترتيها، اول شيء كيف قدرت تحصل عليها لانه مسرحيه هالقد جديده وهالقد مهمه لتقدر تاخذ الحقوق. ولكن نادين اعطونا اياهم ما دفعنا ونبكيت رحت بكيت قلت له الوضع بلبنان حالي ما في ندفع لك بليز بليز بكيو معي واعطوني وحياتي. لا صاروا كان تمثيل ولا حقيقه؟ صاروا يعرفوها لا لا اعطونا اياه لا كثير لذيذين كرما قلنا لهم بلبنان لحالي مش تعطيه وبدنا نعطي للعمل الخيري بليز اعطونا اياه ارجوكم ارجوكم اعطونا اياه. صاروا يعرفوها لنادين هال صار 22 سنه عم انه تعلمنا كيف لازم نحكي على الوضع الحالي بلبنان الوضع تبع العمل الخيري. هلا عم نضحك بس الكل المصاري عم بيروحوا على الناس ميتين جوا، الناس ما عندهم دواء ما فيهم يشتروا ولا دواء. الريستوران دو كار عم نعطي المصاري بس للصندوق الدواء. نادين كيف طلعت معك فكره انه يروح رايع كل المسرحيات للجمعيات الخيريه؟ انا خلقت بالسودان، بيي كان حكيم بالسودان وكان عم بيحكم ناس ما بياخذ مصاري من عند، تعلمت هذه التربيه. امي وبيي كانوا عم بيعطوا كثير وبعدها امي عم تساعد الناس هون بلبنان، دونك بالتربية أنا تعلمت هيك. قلت لما بدي أرجع على لبنان بعد ما درست بفرنسا لأنه لاحظت ما بحكي كتير منيح عربي، كنت درست بفرنسا ورجعت على لبنان أول شيء أول فكرة قلت بدي ساعد البلد. نعم. كيف بدي ساعده؟ بس بعرف أعمل مسرحيات، رح أعمل مسرحيات والمصاري رح نعطيه لعمل خيري. صارنا 22 سنة عم نكفي الصف. ألبير تفضل. لكن بدي أقول إنه 22 مسرحية يعني كل مسرحية فيها شغل أكثر من يعني تقريبا 9 أشهر قد شنيئة شنيئة ما كنا عم نشوفه على فكرة. أنتوا بتعرفوا ألبير ولا عشاء ولا غدا ولا نهار في ولا شيء. في عشاء على الطاولة يعني كل يوم في دليفري عشاء فلافل كسكوس شو بديك فيه على الطاولة؟ ما بيقبلوا مرنتي لك شو ضعف ما بيقبلوا شيء مش طازة يعني كل يوم رح يكون في أكل على ستيج. بس ألبير أنا بدي أسألك شغلة وسألتك إياها قبل مش كثير جاوبتني مزبوط، هلأ بدي أحرجك وبدك تجاوبني قدام المشاهدين. المسرح شو بالنسبة لك؟ يعني خمس مسرحيات ومعنا دين، يعني المسرح عم نعيشه كتمثيل جدي كتمثيل للآخر، يعني شو بيعني لك هالموضوع؟ ليه عم تختار؟ هل هو نوع من ثيرابي؟ هل هو نوع من فشة خلق؟ يعني اولا بتعرفي الشغله معكم بالتي في وهالشيء اللي كنت اعمله وبعدني عم بعمله مع نادين بحس بفصلهم كليا لانه ما لهم كثير علاقه او لانه بركي مش نفس الناس بيحضروا الاثنين او كميه قليله مشتركه. بحس انه هيدي شغله لإلي بتسلى فيها. هون عم نشوف بالصوره الفريق كله، علاء هوشر، جويل يعقوب، مالك سلامه، إلسا الحاج، وانا واكيد نادين فوق راسنا كلنا. هيدي من التمارين لانه في عشاء بالمسرحيه، من شان هيك كنت عم تحكي نادين انه بنلتقى حول العشاء بنمثل نحن عم ناكل عم نشرب. كنت عم تقولي كيف انه ايه قفيت كذا مشروع مع بعضنا، كنت قلت لكم كل مره سوري انا عم ريهرسل بس في حماس، يعني في حماس لانه يعني كثير محمس على التمرين، كثير غريبه ما لها علاقه بالتي في. انا بستحي يعني ما عندي مشكله مع التلفزيون، عندي مشكله مع الناس، مع علاقه مباشره مع الناس. ما بعرف كثير اتصرف قدام فايه ثيرابي، بجبر حالي او بتعلم انه حارب هذا الخوف واقدر. كيف هو كممثل نادين؟ بيعقد وحياتك بيعقد، ومش بس بيعقد لانه مش بس هيدا، في طريقته كيف بيجي كيف بيهتم فينا كيف بيغنجني انا، في طريقه لذيذه معه ومثل ما بيقول لك ما بيحكي كثير ألبير. طب لحظة. ما بيحكي كثير عنه، بيجي وبيشتغل. طب بما انه هو ما بيحكي عنه نحن رح نحكي عنه. أوكي. مش بس لذيذ وشاطر وبيمثل من كل قلبه، عنده جرأة على المسرح مش موجودة بالحياة. مثل شو ذكريني شوي شو معناتها جرأة؟ في مسرحية يعني يعني في مسرحية كان يلاقوا زي إنه يعمل شيء جريء فيها. جريء لا، بس مرة بمسرحية كان لابس مايو دونك اكيد عمل سانتان قبل بس كان كثير لذيذ على وهيك لا اسمع ايه شوي وكان عم يركض على المسرح. هذا اول شيء في المسرحيه بس نو اول شغله عملتها فيرست وان. بدكم نحضر سبوت اللي حضرناه للمسرحيه؟ نعم. هيك بياخذوا فكره الاصدقاء شو عم نحضر. نعم ديفيني كريستوف موان كوران كامي سي ان غارسون لانسلو تادي سيزار مي نو Basile. Non plus. Igor. Moins russe. Bartholomé, ça commence par un A.
Le prénom au théâtre Mono du 19 mai au 6 juin au profit d'ONG libanaise. Billets en vente à librairie Antoine Achafillé et sur Antoine Online. Ça ne vous a pas plu alors? رواء بالمسرحية ببلش بسؤال هيك خفيف اسم شو الاسم ومن مشكل لمشكل لمشكل رح نصفي بمحل مختلف كليا لازم تجي تشوفي لأنه آخر المسرحية القصة القصة بتكون على البير عم تعزمني؟ أكيد معزومين كلكم أنا جاي أصلا يعني أحضر البير أكيد آخر ربع ساعة رح نكتشف على شيء إكسبلوزيون إكسبلوزيون توتال يعني أي نوع كوميدي أي نوع كوميدي مش كتير كوميدي هيدي قصة عشا في أوقات تروح معزومة على عشا كلهم لذيذين عم بيحكوا مكياج وكوافير وتواليت وفي كلمة ما عجبتك ما رح تبلشي تشاعد بعدين تشاعوا بتكسروا كل شيء هيدي المسرحية فيها خناقة يعني ايه انه انت معزومة على عشا كلهم مبسوطين جايين على العشا كلهم أصحاب و إليزابيث أخته لفانسون يعني انه عائلة وبس اسم لو برينوم يو يا ريت بقدر اعرف وهالبرينو يلا له من الصبح بحرسني وما عم شو الاسم؟ لا خبرني شو بيصير؟ هيدي القصه ايه بحسه شي اسم إيه اسم يعني لا ايه جاي من ايام ما بعرف اي متى لا تشوف مش الاسم العلاقه بين الناس التحشر بحياه الاخر مشان هيك كثير لبنانيه كمان كثير لابقه إيه. مع المجتمع غريب يعني قد في اشياء مثل ما ذكرت نادين بتكون موجوده بكل مجتمعات الدنيا يعني البير لمين موجهه هالمسرحيه فرانكوفونيه باللغه الفرنسيه هل لها جمهورها الخاص؟ اللغة الفرنسية نعم أكيد ولكن لا منا ولا للأنتلو ولا اللي ما بيفهم ولا اللي بيفهم كتير ولا شو لا هي واحد يروح يتسلى يقضي ساعة ونص يضحك يغير جو هو عمل مهضوم بعدين أسلوب نادين بالميزانسين هو ناتورال طبيعي يعني الواحد ما عم بيروح على شغلة مثل المسرح الروسي مثلا ما أنه المسرح البسيكولوجي اللي بيتعب التفكير لا بصير معمول بشكل ترتاحي تنبسطي تفهمي تستوعب كل شيء وتسافري بهالساعة ونص تروحي لمكان آخر تضحكي وتتعرفي على ناس حياتهم تشبه شوي حياتك إلا ما تكون عشتي ممكن المراهقين الأولاد يقدروا يروحوا يحضروا أكيد أكيد بيفهموا بس بدي أقول لك بس شغلة الديكور هو بروفيسيونيل عملها اسمه ميشيل شيديا صار خامس ديكور عم يعملها وعم بيقدم الشغل وساعات شاليتا عم تعمل كل الكوستيم للنسوان صار لها 17 سنة عم بتقدم لي كل شغلها كلهم متطوعين فإذا بتحبوا تحضرونا نحن بمسرح مونو من 19 أيار ل 6 حزيران والتيكتس عن ليبريا أنتوان أونلاين خميس جمعة سبت وأحد على الساعة 8 تشتغل الاثنين والثلاثة الأربعة بأم تي في ما هيك إيه والويكند لإلي كله من الصبح للعشية اوكي الوقت مش كتير يعني مدة العرض ساعة ونص مدة ساعة ونص كم يوم بيطلعوا مش كتير كتار فلازم نركض ناخد بطاقتنا في البير يعني أكيد كلكم عبالكم تروحوا تشوفوا عم بيمثل أهلا وسهلا فيك نادين مقدسي أهلا وسهلا فيك البير تحمي أنا بشوفك بعد شوي سريعة ما بنرجع